ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل زفاف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بمومو وفتاة إسبانية تعرف عليها قبل سنوات فنشأت بينهما علاقة حب. وظهرت العروس الإسبانية التي تدعى إنماكولادا وتقطن بمدينة إشبيلية باللباس المغربي التقليدي في حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد قليل من المدعوين من أقارب مومو وزوجته. للإشارة فإن مقدم برنامج مور شو على إذاعته راديو كان خلق ضجة كبرى قبل سنوات عندما اتصل بزوجته الأولى كوتر لوكاس على الأثير مباشرة معبرا لها عن مشاعره ورغبته في الزواج منها، لكن زواجهما لم يستمر طويلا حيث قرر الانفصال. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.